لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا راكبا يا راكبا يقطع جوز الفلا، على أمون جسرة ضامري، عرج على طيبة وانزل بها، وقف مقام الضارع الصاغر، وقبل الأرض وسف تربها، واسجد على ذاك الثرى الطاهر، وعج بأرض البقيع الذي رزقنا الله وإياكم، وعج بأرض البقيع الذي ترابه يجلو قذى الناظر، واذر دموع العين فيها دماء على مصاب السيد الباقر، على إمام لم يدع رزقه صبرا لجلد في الورى صابري، على إمام ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري، على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاقر. عظم الله لك الأجر سيدي يا صاحب الزمان،
بوفاة جدك الباقر كأني به يقف عند البقيع وينادي السلام عليك يا جداه، ودموعه تتحادر على خده وعلى وجناته وهو ينادي وإماماه وسيداه. لأرض البقيع الحج وصل هالمسية، وعلى الإمام الباقر دموع جرية. وصل الحجة للبقيع بدمع سجاب، وانكسر قلب حين شاف قبور الأحباب، القبور مهدومة وعليها يسفل تراب، ومن حولها الزوار في نوح وعزية. قبور أربعة مهدومة منها يسطع النور، وكل من يصد لها بهضيمة وقلب مكسور، وبس الحمام اللي يوصل له ويزور. ويا ليت يبلغها عن الشيعة التحية، وصل لقبر الباقر الحجة يا الشيعة، ونادى يا جدي ذوبت قلبي الفجيعة، وين النبي وين علي وين الوديعة، ما ينظرون لحالك بحين المنية. والله يا ابو الصادق فت الصخر حالك، يا ليت كبدي تقطعت بالسم بدالك، ولو كان يا جدي دوى قلبي فدالك، كل غالي لعيونك ترى يرخص علي. ويلي ارتفعت الونة من القبور، والحجة يسمع فاراتنا عنده متى يا المهدي تطلع، كل عين يا الغايب علينا بحزن تدمع، يكفي مصيبة فاطمة والغاضرية. ويلي عجل ولا تنسى يا ابو صالح، يا ابو صالح الضلعين ترويعة الزهراء، يا مهدي ولطمة ولطمة العين، مهما نسينا ما بننسى ذبحات، ما بننسى ذبحات حسين، وضلوعه اللي تكسرت بالأعوجية. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر: يا جابر، ستدرك ولدا من ولدي اسمه اسمي وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته فأبلغه عني السلام. لقد خص الإمام الباقر عليه السلام بسلام خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما وقد خص بسلام من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وذلك عندما كان أمير المؤمنين على فراش المنية، سلم مواريث الأنبياء والمرسلين إلى ولده الحسن وقال له: بني حسن، ادفعها من بعدك إلى أخيك الحسين. ثم التفت إلى الحسين وقال له: ولدي، ادفعها من بعدك إلى ابنك علي بن الحسين. ثم التفت إلى الإمام زين العابدين وكان له من العمر 4 سنين فقال له: ولدي، ادفعها من بعدك إلى ابنك محمد وأبلغه عن رسول الله وعني السلام. إذن فالإمام الباقر قد خص بسلام من رسول الله ومن أمير المؤمنين قبل أن يولد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الإمام ويدل على قيمة الإمام عند رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. وفعلا تمر الأيام فيلتقي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بالإمام الباقر وهو غلام، فيقول له: أقبل، فيقبل الإمام، فيقول له: أدبر، فيدبر الإمام. قال: والله هي شمائل رسول الله، ما اسمك يا غلام؟ فقال: أنا محمد بن علي بن الحسين. فضمه إلى صدره وأبلغه سلاما من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هنا في هذه الرواية نقطة مهمة لابد أن السامع التفت إليها، وهو أن جابر بن عبد الله الأنصاري مكفوف البصر. فيتساءل السامع: كيف يمكن لجابر أن ينظر إلى الإمام الباقر وأن يقلب طرفه عليه فيقول له: أقبل، فيقبل، فيقول له: أدبر، فيدبر، ويتأمل في الإمام ويقول له: شمائل رسول الله، مع أنه مكفوف البصر؟ يقول الشيخ السبحاني، يقول: للإجابة على هذا الإشكال هناك جوابان. الجواب الأول: من المحتمل أن يكون لقاء جابر بالإمام الباقر عليه السلام قبل أن يذهب بصره، يعني كان بصير جابر عندما نظر إلى الإمام الباقر وهو غلام، لأنه يقولون أنه ذهب بصره بسبب مصيبة الحسين عليه السلام. هذا احتمال، يقول من المحتمل، والإمام الباقر كان حاضر في أرض كربلاء وكان حاضرا في مصيبة الحسين، وقد روى أيضا في مصائب الحسين. هذا الاحتمال الأول، يقول من المحتمل أنه يكون هذا اللقاء قبل أن يذهب بصر جابر. الجواب الثاني، يقول أن جابر لم يذهب هو للإمام ولم ينظر جابر إلى الإمام، إنما الإمام الباقر هو الذي قصده وذهب إليه وقال له: أنا محمد بن علي بن الحسين الباقر. عندها أبلغه جابر سلام رسول الله.
وهذا كما ينقله الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في الإرشاد، يقول بأن الإمام باقر هو الذي ذهب إلى جابر. عموما هذه من باب الإشارة. الإمام الباقر هذا الإمام العظيم الذي ملأ الدنيا عطاء زاخرا وعلما وافرا، هذا الإمام الذي جاهد في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، والذي أبلى بلاء حسنا في رفع راية الحق ودحض الباطل، الإمام شريف النسب، أمه أم عبد الله، وهو أول إمام علوي ينتسب إلى الحسن والحسين، فإن الحسين عليه السلام جده لأبيه، والحسن عليه السلام جده لأمه، فأمه هي أم عبد الله بنت الحسن بنت الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهو أول إمام علوي هو الإمام الباقر، وقد تسلم الإمامة في عمر يناهز 37 سنة أو 38 سنة، وقدم عطاء كبير كبير جدا، بحيث أنه لولا روايات الإمام الباقر عليه السلام لما استطاع فقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن أغلب الروايات وأكثر الروايات الواردة في الحلال والحرام واردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه. فكان هناك وما زال هناك موروث روائي كبير عن الإمام الباقر في حلال الله وفي حرامه، والفقهاء يعتمدون على أغلبية روايات الإمام الباقر في الحلال والحرام، وأغلب الروايات الواردة في الحلال والحرام أغلبها كلها عن الإمام محمد الباقر عليه السلام. فلولا هذا الموروث الروائي لما استطاع فقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية. والذي خلد هذا الموروث الروائي هم طلبة الإمام وتلامذة الإمام، مثل زرارة بن أعين وحمران بن أعين وهشام بن سالم وخيرة طلبة الإمام الباقر، لأن الإمام الباقر هو الذي بدأ هذا المشروع، وهو فتح المدرسة ونشر علوم أهل البيت، ومن بعدها استمر به الإمام جعفر الصادق عليه السلام حتى أصبحت هذه المدرسة جامعة لكل العلوم والمعارف. لكن المبتدأ في هذا الطريق هو الإمام محمد الباقر عليه السلام. كل هذه المميزات وكل هذه الخصائص أثارت حفيظته هشام بن عبد الملك. هذا الملعون كان حسودا وكان بخيلا وكان حقودا، هذه الصفات ترى يذكرونها حتى عند علماء أهل العامة، يذكرون في كتبهم في صفات هشام بن عبد الملك أنه كان بخيلا وكان حسودا وكان حقودا. والإمام ما عاصر فقط هشام بن عبد الملك، استشهد في عهد هشام بن عبد الملك، لكن الإمام عاصر 5 من الخلفاء 5، وكلهم إلا واحد منهم كلهم لا يقلون ظلما عن آبائهم وأجدادهم، كلهم من آل مروان ما عدا عمر بن عبد العزيز، كما يقول الإمام الباقر عمر بن عبد العزيز نجيب آل أمية، هذا لأن عند عدالة نسبية، هذا سوى إنجازات أرجع فدك إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهذا منع سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر، البدعة التي سنها معاوية وهي سب علي بن أبي طالب بين الناس، هذا ألغاها قرابة 30 سنة أو 40 سنة، والناس تشتم وتسب علي بن أبي طالب في الشام، مو بس على المنابر، المؤذن لا يبدأ في أذانه حتى يشتم عليا ويختم كذلك.
المصلي لا يبدأ في صلاته حتى يشتم عليا ويختم كذلك. قارئ القرآن لا يبدأ في قراءته للقرآن حتى يشتم عليا ويختم كذلك. يقول الشاعر: 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدرة. فصار سب أمير المؤمنين فريضة بين الناس، وجمع معاوية شعراء وخطباء من أجل سب أمير المؤمنين واختلاق الروايات المكذوبة اللي فيها ذم إلى أمير المؤمنين وسطر ونثر الأبيات في مدح معاوية وذم علي عليه السلام. وكان يعاقب من ينشر حديث واحد عن فضيلة لأمير المؤمنين، حاول أنه يقضي على فضائل أمير المؤمنين لكنه ما استطاع. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا أمر إلهي، فضائل أمير المؤمنين إلى يوم القيامة لا تنمحي ولا تندثر. يقعد واحد من خطباء معاوية يجلس بالمجلس، يقول له: أنا أبغى أقول لك رواية عن رسول الله. يقول له: تفضل. يقول له: كنا جالسين في المسجد مع رسول الله، فالتفت النبي إلى باب المسجد وقال: إن الرجل الذي سيدخل من هذا الباب لن يرد علي الحوض، ولن يدخل الجنة، ولن يشم ريحها. يقول: احنا استغربنا منه، هذا اللي ما إله أمل أبدا بالجنة، وما بيأتي إلى الحوض ولا بيشم ريحة الجنة. يقول: كنا ننتظر هذا الحين اللي بيفتح الباب. يقول: فتح الباب وإذا به علي بن أبي طالب. فقام لمعاوية وصفق إليه، قال له: والله أنت أحسن خطيب، خش خطيب، أنا ما شفت خطيب مثلك. وأعطاه أموال وأعطاه هدايا، هذا اللي يبغاه معاوية. أما أنه يجيب له واحد يمدح أمير المؤمنين، لا، جعل سنة وجعل بدعة لسب أمير المؤمنين. لما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى هذه البدعة، استمرت حتى من بعد موت معاوية، استمرت هذه البدعة، والكل كان يشتم أمير المؤمنين في الشام إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. وقيل إن بني أمية هم الذين دسوا إليه السم، وهم الذين قتلوها، لأن ما يبغون واحد منهم بهالشكل. فعموما عاصر الإمام الباقر 5 من الخلفاء، واستشهد في عهد هشام بن عبد الملك، ذلك البخيل والحسود والحقود اللي كان يتمنى أن يزعزع ثقة الشيعة في إمامهم، يحاول أن يهز صورة الإمام، وأن يحرج الإمام، وأن يبعده عن القاعدة الجماهيرية الشعبية التي يمتلكها الإمام بأبي وأمه بشتى الطرق وبشتى الوسائل. أرسل إلى الإمام أن يأتي من مدينة جده إلى الشام، وهذا طبعا الإرسال والإحبار كان إجباري. فأول خطوة اتبعها ليبعد الإمام عن قاعدته الجماهيرية وعن شيعته هو إبعاده عن مدينة جده. فجاء الإمام الباقر مع ولده الصادق إلى الشام، وثلاثة أيام لم يستقبل هشام بن عبد الملك الإمام الباقر. ليش؟ حتى يوصل رسالة إلى الناس، ترى الإمام الباقر مو بذيك الأهمية، حتى لا يكون يصير تجمع ويشوفون صورة الإمام وهيبة الإمام. لا، جاء الإمام إلى الشام 3 أيام ما استقبله، حتى يوصل رسالة أن الإمام الباقر ترى مو بهالأهمية اللي هشام بن عبد الملك يطلع إليه. وفي الحقيقة وفي الواقع ترى في هال3 أيام كان هشام بن عبد الملك يخطط كيف يحرج الإمام. بعد هال3 أيام استدعاه إلى قصره،
هشام بن عبد الملك يعلم لو أراد أن يهزم الإمام في المناظرة وفي الجدل وفي العلم لو يجيب أكبر عالم عندما بيقدر، يعرف ويعلم أن الإمام هو أعلم من على وجه الأرض، لو بيجيب أعلم العلماء في الشام ما بيقدر عليه، بالعكس ستكبر صورة الإمام بين أهل الشام. فأراد طريقة أخرى، استدعى الإمام إلى مجلسه فجعل في مجلسه مسابقة للرماية، مو مجلس علمي، قال هذا خوب اختصاص عند الإمام، لو جبته إلى مجلس علمي ما حد بيقدر عليه، لكن أجيب رماة ماهرين وخليهم يرمون، واحد منهم يعطي قوسه وسهمه إلى الإمام، حتى الإمام إذا رمى وأخطأ الهدف يكون الكل يضحك عليه، وبهذا تهتز صورة الإمام ويحرج الإمام في مثل هذا الموقف. فعلا أقبل الإمام الباقر مع ولده الصادق إلى ذلك القصر، وكانت هناك مسابقة للرماية وقد نصبوا هدفا للرماية. أقبل الإمام جلس، فالتفت إليه هشام بن عبد الملك، قال له يا أبا جعفر هل تجيد الرماية؟ قال تركتها منذ زمان. قال ما تقول لو رميت لنا قوسان وسهم، لو رميت لنا سهما لتصيب ذلك الهدف؟ قال إن رأيت فتعفيني من هذا. قال لا والله وحق جدك رسول الله لا أعفيك. ويخطط عند مخطط في باله إن الإمام إذا قام سيخطئ في هدفه، وبعدين واحد يضحك والثاني والثالث والرابع، ويصير المجلس مهزلة وكلهم يسخرون من الإمام. فأشار إلى أحدهم أن أعطي قوسك وسهمك إلى الإمام الباقر، أعطوه القوس والسهم، أخذ الإمام ذلك القوس وضع السهم في كبده وصوب نحو الهدف فجاء في قلب الهدف. ثم أخذ سهما آخر فشق السهم الأول من فوقه إلى نصله ووصل إلى قلب الهدف، ثم أخذ سهما ثالث فشق السهم الثاني من فوقه إلى نصله ووصل إلى قلب الهدف، وأخذ سهما الرابع فشق السهم الثالث، وأخذ سهما خامس فشق السهم الرابع، وأخذ سهما سادس فشق السهم الخامس، وهكذا إلى 9 أسهم، وكل سهم يشق السهم الذي قبله. ذهل الحاضرون، مهارة وبراعة في الرماية. بعد هشام بن عبد الملك هذا ما كان في مخططة، كان في مخططة وكان في باله أن الإمام إذا رمى يخطئ في الرماية وحتى الكل يسخر منه، لكن لما شاف براعة الإمام ومهارة الإمام في الرماية ما كان منه إلا أنه صفق وقال أحسنت يا أبا جعفر أحسنت، واستحسن الجميع ذلك. أقبل الإمام وجلس فقال له قلت لي أنك تركت الرماية منذ الصغار، قال قد علمت أن أهل المدينة كانوا يزاولونها فكنت أزاولها معهم منذ حداثة سني فتركتها إلى يومنا هذا، فعندما طلبت مني قمت فرمت. عجب، قال له أيجيد ابنك جعفر الصادق الرماية مثلك؟ قال له نحن أهل بيت كمالاتنا واحدة، إذا أنا أجيد الرماية أكيد بأعلم، جعفر الصادق يجيد. هذا الموقف قد كبرت فيه صورة الإمام بين الناس، وهذا ما يبغاه هشام بن عبد الملك، اللي يبغى أنه تنزل صورة الإمام حقد وحسد
على الإمام سلام الله عليه، ويرى في الإمام أنه يشكل خطرا، وأن قاعدته الشعبية تشكل خطرا على كرسيه وعلى حكمه، مو بس هشام بن عبد الملك. كثير كانوا يتحينون الفرصة ويتربصون بالإمام ليحرجوه ولينتقصوا من شأنه وليقللوا من قدره. واحد يستوقف الإمام يقول له أأنت البقرة، بس بغرض الإهانة. والإمام ترى، شوف هذا درس يستفاد من الإمام، وهو العفو عند المقدرة. والإمام يقدر يرد عليه ويكسر ضلوعه، لكن مو هذه سياسة ومو هذه طريقة أخلاق أهل البيت. إحنا لو واحد غلط علينا عندنا كبيرة أنك تسكت إليه. أنا يغلط علي لا والله لا كسر ضلوعه، هذه كبيرة أنك تسكت إليه. الإمام الباقر إحنا يعني ما إحنا نقول يعني ما يقدر يرد عليه. هل أن الإمام خائف؟ أبدا. لكن الإمام يعلمنا مقابلة الإساءة بالإحسان. قال له عفى الله عنك يلقبونني الباقر. فقال، وجد أن هذه الكلمة ما أثرت في الإمام، جاب كلمة أعظم. قال أأنت ابن الطباخة؟ حين واحد يقول أنت إذا بتغلط علي يمكن أعديها، أما بتغلط على الوالدة لا. الإمام قال لا، شرف لكل امرأة أن تكون طباخة في بيتها، بكل هدوء. ما استفز الإمام، جاب له كلمة أعظم، أنت ابن الثرثارة. والثرثارة هي كثيرة الكلام بذيئة اللسان، وهذا مو جاي يغلط على أي أم، يغلط على أم الإمام وبنت الإمام، يغلط على أم الإمام الباقر وبنت الإمام الحسن. الإمام قال له إن كانت كذلك فغفر الله لها، وإن لم تكن فغفر الله لأمك. هذا اندهش من أخلاق الإمام، قال له سيدي ما أوقفتك إلا أوقفتك لأهينك، لكني وجدت بأن الله يعلم حيث يجعل رسالته، وأنكم حجج الله على خلقه وأمناؤه على وحيه. هذه أخلاق الإمام، وهذا ترى منهجية أهل البيت ومنهجية الأئمة عندما تأتي إلى حياة الكاظم، وذلك الذي تعرض إليه بالسب والشتم، قابله الإمام أن قصده إلى مزرعته وأعطاه صرة بها 300 دينار، مع أن هذا يشتمه وسبه، إلى أن اهتدى ذلك الرجل بأخلاق الإمام. هذه منهجية أهل البيت ومنهجية الأئمة، فالمنهجية واحدة، وإن اختلفت الظروف وإن اختلفت المواقف، إلا أن المنهج واحد، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد بن المنكدر أحد علماء الصوفية يتحين فرصة في يوم من الأيام أنه يصيد الإمام، كلهم حسد، أغلبهم حسد وحقد على الإمام، يرون الناس تلتف حوله، وهذا عالم من علماء الصوفية، قال أنا لازم أبين إلى الناس ترى أنا الأستاذ ومحمد بن علي هو التلميذ. يقول عبد الله بن عطاء، يقول ما رأيت أحدا من العلماء إلا وهو صغير بين يدي محمد بن علي الباقر. يقول ألا وإني رأيت أحد أكابر العلماء اللي إليه ثقلة بين يدي محمد بن علي الباقر كعصفور مغلوب على أمره. عظم عند الإمام، أكبر العلماء تكون كالعصافير المغلوبة على أمرها بين يديه، وهذا محمد بن المنكدر عند حسد على الإمام، قال أنا لازم أنصحه في يوم من الأيام، أعطيه نصيحة بس خلى أحصل عليه موقف، أحصل على هذا الموقف وأنصحه، أبين للناس ترى أنا الأستاذ وهو التلميذ. يقولون في يوم من الأيام طلع الإمام الباقر للعمل، والشمس في كبد السماء وقت الظهر وقت الحر،
قال اي والله هذه الفرصة والله لا أعظنه وأعطيه موعظة حتى أبين أنه أنا الأستاذ وهو التلميذ. وكان الإمام متكئا على غلامين له حاملا على كتفه مسحاته يعني الشيول وطالع إلى العمل. فأقبل ودنا منه واقترب وقال رجل من بني هاشم يخرج والشمس في كبد السماء وقت الحار طلبا للدنيا طالع تطلب الدنيا ما تقول لربك لو فارقت روحك الحياة كيف تقابل ربك؟ تقول له والله طلعت طلب للدنيا بدل ما انت قاعد في بيتك وقاعد تقرأ قرآن وقاعد في مصلاك طالع تطلب الدنيا في الحر. لو فارقت روحك الحياة هل تقول لربك أني طلعت وخرجت طلبا للدنيا وفارقت روحي الحياة؟ أهكذا تقابل ربك؟ هذا حين يبغي يسوي روحه بأنه هو الأستاذ والإمام الباقر هو التلميذ. يقولون الإمام الباقر كان متكئا على غلامين له نحى الغلامين واستند إلى الجدار فرفع رأسه قائلا والله لا أحب إلي أن أموت في عملي خلني أموت يا هذا أوما علمت أما علمت أنه من مات في عمله كان له بذلك أجر شهيد متشحط بدمه. اللي يموت في العمل له أجر شهيد متشحط بدمه. يقول محمد بن المنكدر يقول أنا أردت أن أعظ الإمام فوعظني ولم يستطع أحد أن يهز صورة الإمام وأن ينال من قدر الإمام وشأنه. فمن رفعه الله لو تكالبت عليه جبابرة الأرض وطواغيتها ما استطاعت أن تحط من قدره. كذلك كان هشام بن عبد الملك يحاول أن يحرج الإمام ما استطاع. قال لا تقعد في الشام ارجع إلى المدينة كفاية قاعدتك الشعبية اللي في المدينة بعد ما أبغى أسوي لك هني في مركز الدولة تصير إليك شعبية وقاعدة وهذا مركز الدولة ومركز حساس وخاف ينقلب علي الحكم ارجع إلى المدينة. خرج الإمام من القصر فكان في ميدان القصر رهبان وقسيسون ينتظرون كاهنهم الأعظم ليأتيهم فيفتيهم. فراح الإمام واندس بينهم متخفيا وصل الخبر إلى هشام بن عبد الملك قال خلوا لعله يناظرهم فيهزموه أو فيغلبوه وعندها تهتز صورته. ود شوي جواسيس وأعين يشوفون حالة الإمام وقد اندس الإمام بينهم إذ أقبل ذلك الكاهن والراهب فوقع بصره على الإمام الباقر قال أمنا أم من المسلمين؟ قال من المسلمين. قال من علمائها أم من جهالها؟ قال لست من جهالها. فناظره الإمام حتى هزمه فقام ذلك الراهب غاضبا يجر أذيال الهزيمة. وصلت الأخبار إلى هشام بن عبد الملك الذي أظهر فرحا ظاهريا بانتصار الإسلام وهذا انتصار عظيم لكنه في داخله مخططات غير. قال له ارجع إلى المدينة بعد ما لك قاعدة في الشام. فأرجعه إلى المدينة وجد أن في المدينة أيضا جامعة ومدرسة الإمام تشكل خطرا عليه فما رأى إلا أن يفتك به بأبي وأمي فوضعوا السم على سرج الفرس وما إن صعد الإمام على صهوة الجواد ونزل منه وإذا بجسده قد تورم من حرارة السم. ألقى الإمام بنفسه على فراشه يتقلب يمينا وشمالا يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى روحي لروحك الفدا يا أبا جعفر. ترى هذا الإمام مظلوم وهذا الإمام غريب في حياته وبعد مماته
تحصل الغربة في زيارته. صحيح أنه دفن في مدينة جدة، لكن الزائر يستشعر الغربة بزيارته للإمام. ما يقدر يرفع إيده، وما يقدر يسلم، ما يقدر يبكي عند قبر الإمام، لا يستطيع أن يأخذ حفنة من ترابه ويشمها ويقبلها ويتعفر على قبره، ما يقدر. أنت تشوف وفاة أمير المؤمنين، الزوار تهرع عند قبره وتنادي وعليا، والصرخات والأصوات والهتافات. في يوم العاشر ترى الزوار عند ضريح أبي عبد الله الحسين، وذاك يلطم على رأسه، وكل واحد يصرخ بأعلى صوته، ما حد يمنعه. وفاة الرضا والجواد والكاظم والهادي والعسكري، إلا هالأئمة ما حد يقدر يبكي عند قبورهم، وما حد يقدر يزور، وما حد يقدر يسلم أو يرفع إيده. تشوف الصرخات عند الأئمة، لكن وين اللي يصرخ عند الإمام الباقر؟ وين اللي ينادي وإماماه؟ لكن احنا في مثل هذا اليوم ننصب المأتم وننصب العزاء عليه. ألا من مناد وإماماه، ألا من مناد والسيدا، هذا وقد حف به آله وعيانه من كل جانب ومكان، هذا يحث التراب على راسه، وذاك ينطم على وجهه، وكل ينادي وإماما، والسيدة. يقول الإمام الصادق: كان أبي يتألم من حرارة السوم، أويلي اصرخ ونادي وإماما، والسيدة. لا تشوفون ينازع بين أهله وعيلته. اي صوتك وياي ولا تبخل، وهذا يوم الوفاة، وهذا الإمام المظلوم، ساعدني جزاك الله خير. لا تشوفون ينازع بين أهله وعيلته، واليتامى تنوح كلمة تشوفه يجذب ونته، هذا يلطم فوق صدره وهذا يسجب عبرته، وهذا من عظم المصيبة بحالها ما يندره. أويلي عند احتضار الموت مد يده، وأسبل رجله، وأغمض عينه، حتى قرأ سورا من القرآن الكريم إلى أن ختمها وأطبق فاه، وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد وإماما، ألا من مناد وسيدا، أسبل الرجلين والإيدين مدها يحتضر، وجعفر الصادق وضع راس الأبو وسط الحجر، صعد أنفاس الشريفة وبعين دمعات الهمر، بالظليم قبالة فاضت روح أبو المطهرة، وارتفعت الونة وارتفعت الصرخة في المدينة لما علموا بمقتل الإمام ولما علموا بوفاته. لكن كانت هناك صرخة أعظم من صرخة الناس، صرخة خارجة من قبر مألوم ومن قبر مخفي ومعفي، وهذه الصرخة تنادي: وولداه ما جت أركان المدينة بونة الزهرة البتول، صار طير الحزن بالآهات في طيبة يجول،
ومن أبو الزهراء تزفر كادت الدنيا تزول لولا لطف الله بعبيد الفلك بعد ما جرى وويلاه وإمامه وسيده وشالوا جنازة الإمام ومروا به على قبر جده رسول الله ومن ثم عرجوا به على البقيع بالكسيرة وبالمدامع شياعة ونعش الشفيع ويح قلبي وعالرجاو بجنازة الأرض منظر الأيتام من حول القبر منظر فجيع تبكي ضيعتها عقب عينه وهي متحيرة وإماما مدري وش حالة الصادق من قاعد يم القبر صيح يا ابويا مصابك زلزال اركان الصبر والله لو هو بيدي بعدك ليا ما يطول العمر من فراقك يا حبيبي قلبي جمره مسعره وإماما هذه صرخة الإمام وهذه حالة الإمام الصادق لكن نرجع إلى صرخة فاطمة التي تقطع نياط القلوب وهي تندب ولدها كشف لحد عني أبطلع لابني اليوم قطعوا كبدي قبيل كبدة بحر السموم وأنا يا شيعة في عزاء ابني المظلوم ابكي على اللي بكربلاء جثة عفيرة وويلاه لحد الصادق والده ومن القلب ذاب لا شاف ضربة بجثته لا عاين صواب ولا شال من جسمه سهام لا شلع نشاب ولا عاين من الخيل أضلاعه كثير لكن المصيبة العظيمة وين لكن يا سعد الله قلب أبو محمد السجاد من عاد يغسل والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كلهم أولاد قبور ناس وناس حطهم بالحفير شيخ العشيرة بارية جثة بلا راس حطوا على صدر الطفل محمود الأنفاس يم الشريعة لحديج نازة العباس الأكبر وأخوانه بكتر شيخ العشيرة بعد بيت الدعاء وأسألك الدعاء روحي في دالك يا الذي للجفن ما نال
ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلف رجال ما حد حفر قبره ورا جثته يا ميت ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل عزانا اشف مرضانا اقض حوائجنا يسر أمورنا سهل مطالبنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا جماعتنا الحاضرين فردا فردا وفقهم لما تحب وترضى المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك اللهم فرج عن المعتقلات والمعتقلين بالفرج العاجل يا الله بجاه الإمام محمد الباقر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها وإلى أرواح موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.